التعريض يعني. طيب نرجع للمعرض تاني. كلام كتير على إلغاء المعرض الماضي ويعني وكان في شائعات على إقامة المعرض الحالي. هل تعرض طارق نور لضغوط معينة أو في ثمت يعني عايز أقول تضييق في إقامة معارض أو حاجة زي كده؟ لا لن نتعرض. بص أنا عايز أقول لك حاجة عشان نوضح الأمر ده نهائيا، ما فيش ضغوط من الدولة تماما في أي صورة، في أي صورة ما فيش، وأنا أقولها لك. و بطريقة مفتوحة جدا إن مفيش حاجة زي كده، إنما هناك من القطاع الخاص من يستغل الحتة دي عشان يروج إشاعات كتيرة. وأنا عايز أقول لك حاجة، ما هو أنا شغلانة المعارض دي شغلانة صغيرة جدا، ما هيش حاجة، هي حتة تسويقية. فلا يمكن أبدا حد جديد يدخل على المعارض يروح معناتها ان كل الناس اللي بيعملوا معارض دول اعدائه، او كل الناس اللي بيعملوا معارض دول وحشين، ووراها كل الناس اللي بيعملوا المعارض دي اخوان مسلمين. اقول لك ايه يعني، الحقيقه سنه اولى ابتدائي بالنسبه لي يعني شايف ان المنافسه رخيصه شويه، او في اساليب مش راقيه في التعامل في المنافسه في المجال. مش اقول كلمه رخيصه ولا غير راقيه، هاجي اقول ان حقيقتهم اللي بيعمل كده حقيقته يهدى شويه.